الحديث للغة التصعيد دون سواها، تصعيد ساحته جبهة محافظة مأرب شرق اليمن، نطاق المعارك في توسع يوما بعد آخر. منطقة ملعى شمال مديرية حريب شهدت قتالا ضاريا بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الموالية لحكومة هادي التي تحاول استعادة السيطرة عليها. الحال ذاته في مديرية العبدية التي خلفت معاركها قتلى وجرحى من الطرفين. جماعة أنصار الله الحوثيين حتى الآن فرضت سيطرتها على مركز مديرية حريب الاستراتيجية ومساحة واسعة من المديرية. وباتجاه مناطق بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة تراجعت حدة المعارك بعد إحكام الحوثيين سيطرتهم على المديريتين. المعارك وخاصة في مأرب تبدو عصية على الحسم لصالح أي طرف كما يرى مراقبون، وذلك استنادا إلى عوامل كثيرة أبرزها التضاريس والأهمية الاستراتيجية. الحل العسكري صعب في مأرب بسبب طبيعة المنطقة، بسبب التحالفات الموجودة فيها قربها من الحدود السعودية. غارات التحالف المساندة للقوات الحكومية لا تزال مستمرة، حيث شهدت مناطق القتال غارات جوية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين. أمام اتساع رقعة المعارك وطول أمد الحرب وتزايد أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين على حد سواء، توالت الدعوات إلى إنهاء الصراع ومنع تسليح أطرافه. القرار الأمريكي بوقف دعم السعودية في حرب اليمن قد لا يغير من واقع الحال كثيرا وفق متابعين هنا، وهو من وجهة نظر الحوثيين لا يعد عن كونه للاستهلاك الإعلامي فحسب. الدعم الأمريكي ما يزال مستمر، نجد بأن الطائرات الأمريكية ما تزال مستمر، نجد بأن قرار العدوان ما يزال مسنودا داخل أروقة الأمم المتحدة. كل هذا يؤكد بأن أمريكا لا تقدم سوى تصريحات للاستهلاك الإعلامي. فشل الأطراف كافة في اليمن أفرز واقعا مريرا يعيشه ملايين اليمنيين اليوم، سواء على صعيد النسيج الاجتماعي أو على مستوى الحياة المعيشية اليومية. لم تسجل الأطراف انتصارا عسكريا فارقا على الأرض، خاصة في مأرب، وفي أروقة السياسة لم تلتقي الأطراف ذاتها على كلمة سواء حتى الآن، وبين الأمرين مخاوف من اشتداد الأزمة الإنسانية خلال الأشهر المقبلة وفق التقارير الدولية. خليل القاهري، العربي، صنعاء.